طب يا دكتور لو سمحت برضو بقى نزلها لنا عشان نطبعها ونتابع مع حضرتك برضو. ماشي هنزلها لكم خلاص، بس دلوقتي نشرحها وبعدين هنزلها لكم على طول. هنحاول اعمل شير تاني هنا. ظهر قدامكم دلوقتي؟ اه يا دكتور صح. الشيء اه يا ظاهر دكتور زي ظهر. السبلايس. ايه المقصود بالسبلايس؟ حد عارف؟ ايه لسانك يا المقصود دكتور بالسبلايس؟ هيكون الطول بتاع الممبر بتاعي زاد مثلا حد معين في النقل، فبقسم الممبر بتاعي بدور على اجزاء. تمام بالظبط كده. لو انا في عندي حدود معينه للنقل ان انا ما اقدرش انقل غير اطوال معينه وعندي الممبر اطول من كده، فبالتالي بقسمه لجزئين وبعمل حاجه اسمها سبلايس. ففي عندي نوعين من السبلايس. النوع الاولاني اللي انا بسميه الشوب سبلايس، او السبلايس اللي ممكن يتعمل في الورشه، يتعمل في المصنع، بتسميه يا اما ويب سبلايس يا اما شوب سبلايس. وفي نوع تاني من السبلايس بسميه فيلد سبلايس، سبلايس يتعمل فيه الموقع. يعني ايه؟ يعني نفرض ان الكوبري ده الطول بتاعه كان 30 متر، مش هقدر اعمل الكوبري كله ملحوم وانقله، هلاقي فيه مشاكل في النقل والطرق. يبقى هعمل ايه؟ هقسمه لجزئين، جزء منه 15 متر والجزء الثاني ايه؟ 15. يبقى انا قسمت هنا لجزئين، جزء هنا كده ده كده 15 متر، وجزء ثاني اهو 15 متر ثاني، تمام؟ والجزئين دول هربطهم مع بعض في الموقع. طب ال 15 متر دي عندي برضو حدود للبليتس، البليت مش بينتج بطول 15 متر، يبقى هعمل ايه؟ هعمل وصله داخليه اللي انا بسميها شوب سبلايس او ويب سبلايس. الوصله دي ممكن تتعمل في المصنع. الوصله دي بعملها ملحومه، وصله ملحومه، لان في المصنع سهل ان انا اعمل كواليتي كنترول على اللحام، في الموقع صعب ان انا اعمل كواليتي كنترول على اللحام. فبالتالي الوصله اللي هتبقى موجوده في الموقع بسميها فيلد سبلايس، هتبقى ايه؟ عن طريق المسامير، بربطهم عن طريق المسامير. ممكن اعمل لونجيتيودينال سبلايس اللي هو سبلايس افقي، ده بيبقى عباره عن برضو ايه؟ سبلايس ملحوم. يبقى دي انواع السبلايسز اللي موجوده عندي. بالنسبه لي طب يا دكتور بعد اذن حضرتك، ايوه هو الاجزاء اللي اتشرحت دي كلها مطلوبه معانا في الامتحان لحد ما هنخلص؟ اللي هيجي معاكم في الامتحان حسب بقى ما الدكتور ايهاب يحدد لكم. ما هو دي انا قصدي المفروض ان اللي احنا قاعده فيها خدنا عشان يعتبر تلت يعتبر احنا خدنا كده يعتبر تلت اجزاء النهارده يا دكتور صح؟ الاستفنارات والكرتلمنت والسبلايسز. تمام. طب ما انا قصدي الوقت اللي فاضل اصلا مش هيكفينا ان احنا الثلاث موضوعات دول كلهم نلحق نذاكرهم، وكمان بص مفيش دي تبقى سكاشن. بالاتفاق مع الدكتور ايهاب لان هو اللي هيحط لكم الامتحان. تمام يا دكتور تمام؟ فانتوا تمام. بتناقشوه او المندوب بتاعكم بيناقشه ويعرف منه بالظبط ايه اللي هيجي. ماشي؟ بس الفكره تمام ان الاجزاء دي كلها لازم نغطيها لك في المحاضره. ما ينفعش ان انت تبقى ما متخرج عندناش ومش عارف مشكلة، جزء بيصمم ازاي. احنا ما عندناش تماما مشكلة، بالتالي ان احنا بنسمع لحضرتك من الاول خالص، وما عندناش مشكلة ان احنا كنا ناخد المحاضرة اللي حضرتك بتشرحها دلوقتي، بس ما تبقاش معانا في الامتحان، لان احنا كده فعلا والله جايين علينا جامد، وانا كنا بقول لك جاي علينا جامد والله الاتحاد ده دلوقتي. ممكن بالاتفاق مع الدكتور ايهاب تتفقوا مع المندوب بتاعكم. تمنى 10 ايام والله دكتور او اكتر، ما يعني ما الواحد مش لاقي نفسه خالص، لا مش في ماشي المادة دي بس، الكلية عموما. ماشي، دي بالتنسيق مع الدكتور ايهاب. تمام ماشي، انا اللي يهمني دلوقتي ان انت تبقى
فاهم الاجزاء كلها، ما تطلعش مثلا من الكورس وانت فيه جزء مش عارف التصميم بتاعه. تمام. حكايه الامتحان دي بتنسقوا فيها المندوب بتاعكم مع الدكتور ايهاب. تمام يا دكتور. في عندنا هنا السبلايس، قلنا ان في عندي ويلدد سبلايس اللي هي الشوب سبلايس، وفي عندي النوع الثاني اللي هو البولتد سبلايس. الويلدد ده بيتعمل في المصنع، والبولتد بيتعمل في الموقع. طبعا كل واحد ليه شروط معينه. الشروط بتاعت الفيلد سبلايس بتعتمد على النقل، نوعيه النقل، الاطوال اللي ممكن تتنقل قد ايه، بناء عليه بتحدد الطول اللي انت عايز تنقله. بالنسبه للحام الويلدد سبلايس، يفضل ان اللحام ما يبقاش في منطقه واحده، ما يبقاش في نفس الكروس سيكشن. يعني انت شايف هنا الحته دي معمول اللحام بتاع الويب واللحام بتاع الفلانج واللحام بتاع الفلانج الثاني في نفس كروس سيكشن، فدي بتبقى منطقه ضعف. المفروض اللي يحصل ايه؟ المفروض اللي يحصل ان يبقى المكان بتاع اللحام في الويب مختلف عن الفلانجه اللي فوق، مختلف عن الفلانجه اللي تحت، عشان ما يبقاش في كروس سيكشن بعينه هو اللي فيه منطقه ضعف. فده الترتيب بتاع اللحام. فاللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه؟ بخلي الفلانجه اللي فوق في الناحيه اليمين اقل شويه من الويب، وتحت اكبر شويه من الويب، والعكس يحصل في المنطقه اللي على الشمال. وابتدي اجمع الاثنين دول مع بعض واعمل السبلايس بتاعتي. البولتد سبلايس بتبقى عباره عن مجموعه مسامير. دكتور، مش الحامل الاخير ده بيبقى في الموقع بقى صح؟ يعني القطعيه دي بتبقى في لا في المصنع. احنا قلنا في ايه؟ الشوب سبلايس دي اللي في المصنع. يعني انا اقصد ان القطعيه نفسها دي بتبقى في المصنع، وبلحم لما باجي بركبها لما توصل للمصنع. في المصنع برضه بلحم في المصنع. ما انا كده هنقلها كلها، امال انا هنقلتها حتت ازاي؟ لا انت ما شفتش المثال اللي احنا كنا قلناه في الاول. احنا قلنا ايه؟ الطول ال 30 متر قسمته جزئين، 15 و15. ال 15 ممكن انقلها على بعضيها، بس ال 15 مفيش بليت طوله 15 متر. دي هي اصلا قطع البليت ما فيش طول، فانا بلحمه اصلا في الـ في الـ تمام. طول 15 متر هتلاقيها في حدود 8 متر 10 متر. تمام، واخد بالك؟ لكن بقيه ال 30 كلهم بيتلحموا في الموقع، بنعملها مسامير زي ما حضرتك عرفت. اللي هي دي هي الفيلد سبلايس. تمام، اللي هي الوصله ما بين ال 15 وال 15 التانيين اللي هو طوله 30 متر مثلا. تمام تمام يا دكتور. بحط بليت يمين الويب وبليت شمال الويب واعمل سبلايس للويب، والفلانجات اللي فوق بحط ابر فلانج ولور فلانج، وتحت برضو نفس الكلام، وبربط بايه؟ مسامير. يبقى دي الشكل بتاع السبلايس بتاعتي. ده شكل تاني للسبلايس، اللي بعمل سبلايس للويب وسبلايس للفلانج. ده شكل من على الطبيعه لايه؟ بالفيلد سبلايس. الشكل بتاع السبلايس نفسها عامل ازاي؟ هتلاقي البليتس الكفر بليت ليها لون اغمق شويه من البليت الاصلي، بحيث تبقى ايه؟ واضحه قدامك. الشكل ده عباره عن مين جردر، وفي على الناحيه الشمال هنا في كروس جردر متعامده عليها. المين جردر هي اللي معمول فيها السبلايس، يعني السبلايس مكانها هنا، مكان ده سبلايس في المين جردر. طبعا انا بقول لك هنا ان في ليميتيشن للاطوال، اللي هي بتبقى الاطوال 12 متر للرولد سيكشن، يعني اي بيم انجل، كل ده بينتج باطوال 12 متر. البليتس ليها اطوال 8 متر في عرض 2 متر. في ليميتيشن، دي ليميتيشن بتاعت البرودكشن بتاعت الانتاج، الاطوال اللي بتنتج. في ليميتيشن للنقل، ممكن انقل في حدود 12 متر لحد اقصى حاجه 14 15 متر. دي الحدود بتاعت ايه؟ ليميتيشن بتاعت النقل. في ليميتيشن كمان للاوناش اللي بتشيل،
يعني في اوناش بتشيل اطوال معينه اوزان معينه، وما اقدرش ازود الوزن عن الونش ده، والا هضطر اجيب ايه ونش اكبر او ونشين اتنين مع بعض. فدي الليميتيشنز بتاعت الاطوال بتاعتي. القواعد اللي انا بعملها في السبلايس ان المفروض النت اريا بتاعت السبلايس ماتيريال تكون اكبر من النت اريا بتاعت الكات ماتيريال. ايه هي بقى النت اريا بتاعت السبلايس ماتيريال وايه النت اريا بتاعت الكات ماتيريال؟ الكات ماتيريال اللي هو القطاع الاصلي للقطع اللي هي الاي بيم دي بسميها ايه؟ الكات ماتيريال. طب والسبلايس ماتيريال؟ السبلايس ماتيريال اللي هي ايه بقى؟ ده البليت اللي انا هعمل له وصله عشان احط المسامير فيها مع تمام، اللي هي الكفر بليت اللي عند الفلانج والكفر بليت اللي عند الويب. المفروض تكون الاريا بتاعت السبلايس ماتيريال تكون اكبر من القطاع الاصلي اللي اتقطع. تمام، ده بالنسبه للاريا. تاني حاجه الانيرشيا، بحسب الانيرشيا بتاعت السبلايس ماتيريال تكون اكبر من الانيرشيا بتاعت الكات ماتيريال. المومنت اوف ريزيستنس بتاعت البولد تكون اكبر من المومنت اوف ريزيستنس بتاع الكات ماتيريال. يعني ايه؟ يعني المومنت اوف ريزيستنس اللي بتشيله المسامير او اللحام يكون اكبر من المومنت اوف ريزيستنس بتاع القطاع الاصلي، والا هلاقي المسامير راحت حصل لها فيلير او اللحام حصل فيه فيلير. فالمفروض اللحام يكون اقوى من القطاع الاصلي، او عدد المسامير اللي انا حاططها يكون يشيل لي مومنت اكبر من القطاع الاصلي. لما بصمم سبلايس بصممها على الماكسيمم بيندنج ريزيستنس، يعني اقصى مومنت يقدر يشيله الاي بيم ده. ممكن تكون الاي بيم شايله مومنت معين بس هي تقدر تشيل اكتر من كده، فانا بصمم السبلايس انها تشيل اقصى حاجه، وفي نفس الوقت بصممها على الاكتوال شير، يبقى الماكسيمم بيندنج انما الاكتوال ايه؟ شير. لان لو صممت على الماكسيمم شير هيطلع قطاع عندي كبير قوي. ده الشكل بتاع السبلايس. هنرسم لك هنا اليفيشن وفوقه في بلان وعلى الجنب هنا في كروس سيكشن. تحت تاثير البندنج مومنت انا قلت لك هصمم على ايه؟ على اقصى مومنت يقدر يشيل القطاع. طب اقصى مومنت يقدر يشيل القطاع ده لما يبقى الاستريس كام؟ 1.6 طن على سنتيمتر مربع. مش انت لما كنت بتصمم كنت بتقول الاستريس المفروض ما يزيدش عن 1.6؟ مظبوط؟ تمام يا دكتور. التصميم كنا بنقول المفروض ما يزيدش عن 1.6. فانا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول ان القطاع بتاعي ده هيشيل اقصى بيندنج مومنت، يبقى هقول ان الاستريس وصل ل 1.6. طيب تحت تاثير البيندنج مومنت هيطلع عندي مثلثين، مثلث شغال في الشد تحت ومثلث شغال في الضغط فوق. المثلثين دول اقصى مسمار في الويب عليه ستريس اللي هو المسمار اللي عند النيوترال اكسس، ولا المسمار ابعد حاجه عن النيوترال اكسس؟ ابعد حاجه. ابعد حاجه، لان انت شايف شكل توزيع الاجادات بيحصل فيه ايه؟ عمال كان صفر في المنتصف وعمال هنا ايه؟ بيزيد. تمام؟ يبقى اقصى مسمار عليه ستريس اللي هو المسمار اللي هنا ده اللي انا هشاور لك عليه ده. المسمار ده. طب المسمار ده شايل ايه؟ شايل ستريس ناتج من البندنج، وشايل كمان ستريس ناتج من الشير. البندنج والشير. بص كده على شكل الدياجرام وشوف القوتين اللي موجودين عندي.
المسمار ده شايل قد ايه من الدياجرام اللي هنا؟ شايل مسافة بسميها اتش واحد. شايل مسافة اتش واحد. فلو ضربت الاتش واحد دي في السمك بتاع الويب بضربه في الافرج ستريس يديني الفرص الافقيه اللي جايه على المسمار اللي هي جايه من المعادله دي. بقول الاتش واحد اسمه الاتش واحد مضروبه في السيكنس بتاع الويب مضروبه في الافرج ستريس. طب الافرج ستريس ده هجيبه ازاي؟ برسم الوصله بتاعتي بسكيل، برسم دي ايه بسكيل وبنسبه وتناسب اقيس اجيب القيمه بتاعه الافرج واحد بمعلوميه الاستريس اللي هو 1.6. يبقى دي القوه الافقيه اللي جايه على ايه المسمار ده. بس خلي بالك في هنا مسمارين يمين السبلايس مسمارين شمال السبلايس، يبقى كل مسمار شايل اتش واحد على 2. بص في الرسمه اللي فوق المسمارين انا رسمتهم لك اهو، في هنا اتش واحد على 2 واتش واحد على 2، يعني القيمه بتاعه الاتش واحد مقسومه على المسمارين. طب بالنسبة للشير، الشير احنا قلنا اللي هو الاكتوال شير هقسمه على عدد المسامير، بقسم الاكتوال شير على عدد ايه المسامير. وخلي بالك عدد المسامير ده اللي هي المسامير اللي جاية ايه من ناحية واحدة من السبلايس، يعني الان اللي موجودة دي عبارة عن عدد المسامير اللي جاية من ناحية واحدة من السبلايس. هيظهر عندي قوة اسمها V. V دي اللي هي الشير فورس اللي جاية على المسمار الواحد. يبقى أنا باخد الشيرينج فورس اللي جاية عند الوصلة الأكتوال شيرينج فورس بقسمها على عدد المسامير يديني الشير على المسمار الواحد. لو خدت مسمار عندي اتش واحد على 2 افقي وفي راسي المحصله بتاعته اللي هي ايه؟ ار. الار دي المفروض تكون اقل من الار ليست اللي انت كنت بتحسبها قبل كده. لما انت كنت بتصمم قبل كده كونكشن كنت بقول الانهيار ممكن يحصل عن طريق حاجه من الاثنين، يا اما يحصل انهيار في الشير على المسمار يا اما يحصل الانهيار في البيرنج على ايه؟ البليت. فكنت بجيب ار بيرنج وار شير واعمل ايه؟ بجيب ايه من الاثنين دول؟ اخد القيمه الاقل منهم واصمم عليها. بالظبط بجيب الار ليست. فالمفروض ان الار اللي هي دي اللي هي جذر التربيعي الاتش واحد تربيع على 2 زائد الفي تربيع تكون اقل من الار ليست. الكلام ده لو انا شغال مسامير بيرنج تايب. لو انا شغال مسامير فريكشن تايب يبقى المفروض تكون اقل من 2 بي اس. بي اس دي اللي هي ايه؟ اللي كنت بجيبها من الجدول بتاعه المسامير الهاي سترينث بولت او الفريكشن تايب بولت. يبقى انت اللي بتعمله كل اللي بتعمله ان انت بتفرض شكل السبلايس، عندك الدبس، بتفرض بيتش معينه مسافه معينه بين كل مسمار والتاني، عدد مسامير وبترسمها وبتعمل شيك عليها. طب لو نفرض ان الار دي ما حققتش الشرط ده طلعت اكبر من الار ليست اعمل ايه؟ هشوف بقى القيمه الاقل ديت لو كانت في المسامير ازود القطر بتاع المسامير، لو الار ليست في البليت ازود سمك البليت. تمام. الافضل ان انت تزود العدد بتاع المسامير. لو زودت العدد بتاع المسامير ايه اللي هيحصل؟ بدل ما هم صفين هنا عمودين هحط عمود ثالث، هتبقى الاتش واحد دي هتتقسم على كام بقى؟ على 3. والفي اللي هنا دي هتتقسم على نمبر اوف بولتس، هتبقى ايه؟ عدد اكبر، فالفي هتقل والاتش واحد على 3 تطلع لك الار هنا ايه؟ اقل. تمام؟
ده بالنسبه للويب. طب بالنسبه للفلانج، بالنسبه للفلانج انا بقول ان الاستريس في الفلانج تقريبا 1.6 من 10 انا فرضته ده، فهقول ان الاستريس في الفلانج مضروبه في مساحه الفلانج بتديني الفورس اللي موجوده في الفلانج، فبقول ان الاريا بتاعت الفلانج اللي هي بي فلانج مضروبه في تي فلانج مضروبه في الاستريس 1.6 من 10 اللي هي الاريا جروس 1.6 من 10 وبقسمها على 2 بي اس، او لو انا بستخدم بيرنج تايب هقسمها على ار ليست، يطلع لي هنا عدد ايه المسامير، عدد المسامير المضروبه، بس العدد ده في ناحيه واحده من السبلايس. خلي بالك لو انت شغال على مسامير بيرنج تايب، الحته دي شغاله في التنشن فبشتغل على الاريا نت، لو انت شغال فريكشن تايب بشتغل على الاريا جروس. يبقى هنا انا جبت ايه عدد المسامير اللي مطلوبه في الفلانج. ده الجزء الاولاني. فاضل جزء صغير بقى اللي هو ايه البيرنج. البيرنج اللي هي السبورتس. السبورتس عندي الكوبري، لو انت تخيلت البلان كان في عندي نوعين من السبورت. دكتور هو عدد المسامير في اللي مع الويب بنحددها بناء عن ايه؟ يعني البيتش يعني بنفرض مثلا المينيمم للبيتش ونحط المسامير يعني؟ بالظبط كده، بتفرض مينيمم بيتش عشان تحط مسامير اكتر. تمام يا دكتور. ماشي. طب ما انا كده بقى بالنسبه للتناسب، ما انا ممكن اقدر احسب الاتش واحد من غير ما ارسم الكونكشن بسكيل يعني؟ ممكن تحسبها بنسبه تناسب، تحسب يعني مثلثات. مش لازم ممكن. يعني نرسمها بسكيل ونحسبها بحساب المثلثات على طول بما اني عرفت البيتش يعني؟ ممكن. ممكن. بالنسبه للبيرنج اللي هي مقصود بيها السبورت، لما انت كنت بترسم اللي اوت كان في عندي نوعين من السبورت، او انت بتصمم كان في عندي حاجه اسمها الرولر بيرنج والهنجد بيرنج. الهنجد بيرنج دي عباره عن بيرنج سبورت انا مانع فيه الحركه الافقيه والحركه الراسيه وسامح بالايه بالروتيشن. الرولر بيرنج انا مانع حركه في اتجاه ومسموح في اتجاه تاني ومسموح كمان بالايه بالروتيشن. فالفرق بين الاثنين ده الشكل بتاع الرولر بيرنج. الشكل بتاع الرولر بيرنج لاحظ ان هنا في ايه، هنا في بليت تحت وفي هنا اسطوانتين مربوطين باكس مع بعض، وفي فوقهم بليت وفي فوقهم هنا بليت تاني وفي كيرفيتشر كده. الرولر بيرنج دي الاسطوانتين دول يسمحوا بايه، يسمحوا بالحركه الافقيه مظبوط، بس مفيش حركه في الاتجاه الثاني عشان الاسطوانه دي في اخرها بليت والاسطوانه دي في اخرها بليت. يعني الفيو الثانيه شايف هنا في بليت في اخر الاسطوانه وفي بليت ثاني هنا في اخر الاسطوانه، فهنا مسموح بالايه بالحركه الافقيه ومسموح كمان بالروتيشن. يعني ممكن يحصل هنا روتيشن لان في هنا كيرفيتشر كده، البليت اللي فوق ده ممكن يحصل روتيشن حوالين ايه كيرفيتشر ده. فدي هي الرولر بيرنج. الاجزاء بتاعت الرولر بيرنج انا مقسمها لك هنا، في البليت اللي تحت، في الاسطوانتين، في البليت اللي فوق، وفي البليت اللي فوق اللي ماسك مع البليت جيردر. الاسماء بتاعتهم اللي تحت ده بسميه لوور بيرنج بليت، اللي فوقه سيلندريكال رولر، اللي فوقه هنا ابر بيرنج بليت، واللي فوق هنا سول بليت. يبقى دي هنا الاجزاء بتاعت البليتس. لما اجي اصمم الرولر بيرنج اول حاجه بلاقيها فوق اللي هي السول بليت. السول بليت ده في عندي حمل نازل من اعلى اللي هو الرياكشن بتاع المين جيردر. الرياكشن ده نازل المفروض في المنطقه دي في النص هنا، بس انا لو حطيت الحمل ده في النص والرياكشن بتاعه تحتيه على طول مش هيديني اي ستريسز على البليت، فبعمل ايه؟
بقسم الار دي لجزئين، يعني الار اللي هنا دي بقسمها لجزئين، ار على 2 وار على 2 على بعد اكسنتريستي معينه، عشان يعمل ايه؟ عشان يديني بندنج مومنت على البليت اللي هنا. فيبقى ده الاستاتيكال سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن كانه سمبل بيم وعليه كونسنتريت اللود بس كاميرا مقلوبه، سمبل بيم وعليها كونسنتريت اللود في النص. المومنت فيها بيساوي كام؟ بيساوي الحمل في المسافه السبان على 4 بي ال على 4، البي اللي هو الار هنا، ال اللي هي 2 اي، وادي هنا ايه الاربعه. ده قيمه المومنت اللي جاي على البليت ده. طيب بقول بعد كده السكشن مودولس بتاع البليت ده اللي هي بي تي تربيع على 6. عارفين السكشن مودولس؟ اللي هي الاس. انا اعتبرته مستطيل يعني يا دكتور؟ انا بعتبره مستطيل اه. اللي بيقاوم الجزء ده مستطيل. الاس دي اللي هي الزد، اللي هي الزد بي ال على اللي هي ممكن تسميها زد او اس زي ما ماشي تمام. اللي هي الاي على الواي. بالظبط. فانا عندي الام وعندي الاس، بقسم الاثنين على بعض المفروض تطلع اقل من 1800. فانت بتفرض دايمنشن معينه وبعمل تشيك على الدايمنشن دي. ده بالنسبه للبليت اللي فوق. طيب البليت اللي تحته اللي هو الابر بيريك بليت نفس الكلام. انا البليت ده جاي له حمل راسي من فوق هنا كده، وريستد على ايه؟ ريستد على اسطوانتين. الاسطوانتين دول المسافه بينهم اللي هي الدايمتر بتاع الاسطوانه زائد 10 سم بين الاثنين. فدي برضو كانها سمبل بيم وعليها كونستنت لود. يبقى المومنت بي ال على 4، البي اللي هي الار، السبان اللي هي دي زائد 10 سم على 4. السكشن مودولس برضو بي 2 في تي 2 تربيع على 6. بقسم الام على الاس المفروض تطلع اقل من 1800. اجي بعد كده الاسطوانه. الاسطوانه دي في معادله امبيريكال بصمم بيها. المعادله الامبيريكال معناها ان الوحدات اللي على اليمين المعادله غير المعادله غير الوحدات اللي على شمال المعادله. على يمين المعادله هنا ايه 95 دي ال، الدي دايمتر والال طول، الوحدات هنا ايه سنتيمتر تربيع. الجزء اللي على الشمال ار على 2، الوحدات بتاعته ايه كيلوغرام. ماشي، عشان كده بنقول دي معادله امبيريكال، الوحدات مش متظبطه هنا بس اتعود فوق هنا. احنا جبنا دي جايبينها بالطن من المين جردر. هقولها الكيلو جرام يعني. تمام ماشي. فهنا ايه ار على 2 بتساوي 95 في الدي في ال ال. ده في حاله الكاست ستيل. في حاله الفورشد ستيل ال 95 بتبقى 117 حسب نوع الحديد بتاعك، هل هو حديد مطروق او حديد مصبوب اللي هي السبايك. الدايمتر بيطلع عندي في حدود من 12 الى 30 سنتيمتر، من 12 الى 30 سنتيمتر. بعد كده عندي اللور بيرنج بليت. اللور بيرنج بليت ده عباره عن البليت اللي تحت ده وفي عليه حملين مركزين من الاسطوانات. الحملين المركزين دول هيعملوا لي شكل كان ده كاميرا سيمبل وليها كانتليفر هنا وكانتليفر هنا بس مقلوبه. فالمومنت هيطلع عندي نيجاتيف بيندنج مومنت وبعدين بوزيتيف بيندنج مومنت وبعدين نيجاتيف تاني الناحيه الثانيه. فهشوف اكبر مومنت هل هو النيجاتيف ولا البوزيتيف. يبقى المومنت اللي هنا الماكسيمم بتاع البوزيتيف والنيجاتيف اللي موجودين عندنا. بعد كده بقول ان الاس بتساوي البي تي تربيع على 6 برضه، والمفروض الام على الاس تكون اقل من 1800. الحاجه الثانيه اللي بعمل تشيك عليها ان الخرسانه اللي تحت الجزء ده ما يتكسرش. فبقسم الحمل بتاع الرياكشن على المساحه بتاعه البليت ده اللي هي A3 في B3، المفروض تكون اقل من 70 كيلوغرام على سنتيمتر مربع. يبقى ده الاستريس اللي جاي على الخرسانه من البليت.
ممكن عندي لو الاحمال كبيره اكتر من الحاله اللي فاتت او الدايمتر بتاع الاسطوانه طلع اكبر من 30 سنتي بعمل حاجه اسمها الروكر بيرينج، يعني بدل ما هم اسطوانتين يبقوا اربع اسطوانات بس بقطعهم بالشكل ده بحيث برضو اعمل كيرفيتشر فوق هنا وما اخدش مساحه كبيره، دي بسميها روكر بيرينج. اخر حاجه بقى اللي هي الهينجد بيرينج، احنا شفنا دلوقتي الرولر بيرينج، في حاجه زيها اللي هي ايه الهينجد بيرينج. الرولر بيرينج تاخد بالك ان كان مسموح هنا بالحركه الافقيه ده في الرولر، الهينجد بقى اللي هي اللي على اليمين دي مش مسموح فيها بالحركه، مسموح فيها بالروتيشن بس، يعني ممنوعه من الحركه الافقيه وممنوع من الحركه الافقيه في الاتجاه الثاني ومسموح بس بايه الروتيشن بس. لازم الدبس بتاع الرولر يكون هو نفس الدبس بتاع الهنج، يعني تو سبورتس لازم يبقى الدبس بتاعهم واحد. فانت بعد ما بتصمم الرولر بيرنج بتشوف الدبس كام من اعلى نقطه في البليت لاوطى نقطه في البليت اللي هي الاتش، واخد مسافه زيها في الهنجد، وتبقى هي دي الهنجد، بفرض دايمنشنز معينه وبعمل شيك عليها. هي الهنجد دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الشكل المنقط ده، عباره عن عامل زي الريل بتاع السكه الحديد، القضيب بتاع السكه الحديد، ليه فلانجه تحت عريضه وليه فلانجه فوق اللي هي الشكل ده شبه منحرف ده، وفي هنا المايل ده والمايل ده عباره عن ستيفنر. لو شفت الفيو الثانيه بتاعتها هلاقي ان دي عباره عن اربعه ستيفنرز، خط المايل ده وده، دول اربعه ايه ستيفنرز، ده الشكل بتاعها. يبقى الاجزاء بتاعتي في الهنجد بيرنج عباره عن سول بليت فوق زي البليت اللي كان موجود في الرولر، وبعدين الجزئيه اللي تحت دي اللي هي زي القضبان بتاعت السكه الحديد بس فيها ايه اربعه ستيفنرز، اللي هم الاربعه اللي موجودين في الجنب هنا. الاحمال اللي موجوده عندي ايه هي بقى؟ الاحمال اللي بتاثر على الهنج، في عندي حمل راسي اللي هو الار، ده جاي منين؟ الار ده جاي من الرياكشن، الرياكشن بتاع الفليت جيردر. وفي عندي حمل اسمه بي واحد، جاي منين؟ بي واحد ده جاي من قوه الفرمله. طب ما القطر بيعمل فرمله على الكوبري. وفي عندي حمل اسمه بي اتنين، ده جاي من الويند اللي هو العمودي على بليت جيردر. يبقى دول ثلاث احمال موجودين عندي اللي هي الار والبي واحد والبي اتنين. لو شفت في البلان، ادي البلان اهو، وده الشكل بتاع البلان بتاعي. البلان ده تحت تاثير الار والبي واحد والبي اتنين، الار دي بتعمل لي نورمال اللي هي ان على ايه، هي الار مقسومة على المساحة دي، البي واحد مضروبة في الار تديني مومنت حوالين محور واي، البي اتنين مضروبة في الار تديني مومنت حوالين محور الاكس. يبقى انا في عندي هنا النورمال اللي هو بيساوي الار، عندي ام اكس بتساوي بي اتنين في سمول ار، المومنت حوالين محور اكس، المومنت حوالين محور واي بي واحد مضروبة في الار. عندي الاريا بتاعت القطاع اللي هي اي اتنين في بي اتنين، عندي الاس اكس اللي هي اي اتنين بي اتنين تربيع على ستة، اس واي بي اتنين في اي اتنين تربيع على ستة، والمعادلة بتاعت الاسترس اللي هي الماكسيموم استرس لما يبقى كله بإشارة موجبة. الترم الاولاني ال N وال M X وال M Y كله واخد اشاره ايه؟ موجبه، بجمعهم مع بعض. ده اقصى ستريس جاي على الخرسانه F ماكسيمم، المفروض ما يزيدش عن 70 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. وال F مينيمم اللي هي هاخد ال N على ايه؟ وهاخد الاشارات السالبه بقى، المومنت بالسالب والمومنت بالسالب. يديني نقطه ثانيه المفروض الاستريس فيها يكون اكبر من الصفر، والا هبص الاقي البليت
بعد عن الخرسانه، لازم يكون بيضغط على الخرسانه. ففي اقصى نقطتين عليهم ستريس اللي هي النقطه دي اللي هي هتبقى فيها الاف ماكسيمم، والنقطه اللي هنا دي اللي هي فيها ايه الاف مينيمم. الاف ماكسيمم دي ماكسيمم ستريس المفروض ما يزيدش عن 70، والاف مينيمم دي المفروض يكون اكبر من الصفر، والا هيحصل تنشن ما بين البليت وما بين الخرسانه. وده الشكل بتاع توزيع الاجهادات، يبقى ترابيزويد زي ما انت شايفه هنا كده، اف 1 في الجنب واف 2 في الناحيه الثانيه. طبعا التوزيع مش منتظم. ايه والبي ده دكتور اللي هو بتاع الاستثمار اللي احنا حاطينه، مساحه الاستثمار الاي والبي دي مساحه الاستثمار اللي احنا حاطينه؟ لا ولا ولا قاعده الهنجد من تحت، القاعده من تحت البلان بتاعها، البلان بتاع الهنجد يعني. تمام، البلان بتاعها ده ريستد على الخرسانه، عشان كده بقول لك ايه، ده هنا بيضغط على الخرسانه وده هنا بيعمل شد في الخرسانه. تمام يا دكتور. القطاع نفسه هو عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما قلت لك ريل، وفي مجموعه من الاستيفنر. الاستيفنر دي اللي انا مديها هنا A1 و2 و A. لو جمعت دول مع بعض بالشكل ده هيبقى القطاع ده كانه تي سيكشن مقلوب، كانه تي سيكشن مقلوب اللي هو سيكشن اس اس. انت عارف لو حصل انهيار هنا هيحصل انهيار ازاي؟ على السكشن اس اس اللي بيمر بالتخانه اللي تحت دي في الفلانج، وبيمر بالاربعه ستيفنر، لان ده اضعف قطاع. لو خدت قطاع هنا بيمر بالويب هيبقى ده سوليد، مش ممكن يحصل فيه كسر. ده هنا اضعف قطاع اللي هو بيمر بايه الاستيفنر. فهلاقي كروس سكشن عباره عن اربعه ستيفنرز زائد فلانج تحتانيه، يعني كان ده تي سكشن مقلوب. هطلع عليه النيترال اكسس واحسب الاستريس اللي عليه اللي هي الام في الواي على الاي. خلي بالك هنا النيوترال اكسس مش في النص، مش في نص الارتفاع، النيوترال اكسس قريب من تحت عند ايه الفلانجه اللي تحتانيه. ففي عندي واي لور واي ابر، يديني ستريس لور ويديني ستريس ايه ابر. القيمه الاعلى اللي هي الايه الاستريس الابر. فالمفروض ان الاستريس الابر يساوي الام مضروبه في الواي ابر مقسومه على الاي بتاعت الاس سيكشن اللي هو التي سيكشن ده. ده المفروض يكون اقل من 1800. لو حققت الشرط ده يبقى البيرنج بتاعتك سيف. ما حققتش الشرط ده اغير فيه الدايمنشنز بتاعتي، يا اما اكبر الفلانشه اللي تحتانيه يا اما اعرض شويه الايه الاستيفنرز دي. دي كده النهايه بتاعت ايه الجزء الثاني. في اي اسئله هنا؟ لو طلع ان سيف يا دكتور بنعمل ايه ثاني؟ معلش لو طلع ان سيف انا محتاج ان انا اكبر القطاع. اكبره ازاي؟ انا الدبس ثابت عندي دبس، لان قلت الدبس ده هو نفس الدبس بتاع الرولر. اكبر القطاع يا اما اكبر شويه السيكنس ده بتاع اللور فلانش، يا اما اكبر شويه الاي دي ازود عرض الاستيفنر عشان يديني قرش اكبر، فبالتالي الاستريس يقل. واضح الجزء ده؟ تمام يا دكتور. ماشي دكتور. ايوه. وبالنسبه لامتحان الشفوي بس هيبقى يعني لحد فين احسن؟ عشان الجزء ده كله مش هنلحق نذاكره في الوقت الفاضل لامتحان الشفوي. بص، الامتحان الشفوي بتتسال انت في الاساسيات بتاعه الكورس، يعني مش هطلب منك انك تصمم حاجه ولا هطلب منك انك تقول لي معادلات او كده، انا بشوفك بس فاهم ولا مش فاهم. تمام، بس قصدي يعني كده دكتور اي سؤال كده. الاربع محاضرات دولت بس لانهم يعني وقتهم صغير ويمكن حتى ما نلحقش نذاكرهم قبل ميعاد الشفوي، لان احنا قدامنا يومين نلحق نذاكرهم يا سيدي اصلا قبل انت لو حضرت المحاضره النهارده كافيه قوي.
فاهمني؟ انا بشوف انت فاهم ولا مش فاهم، مش ب... مش مش بمتحنك تحريري. دكتور احنا قاعدين دلوقتي يا دكتور شايلين هم اللي ورانا يا دكتور، استحاله اي حد اصلا نسبه تركيزه في المحاضره دلوقتي مثلا ان هو نعرف نجاوب منها شفوي او كده، احنا هيطلع عينينا والله كده. لا احنا دلوقتي والله شايلين الهم خالص بتاعنا، يعني انت ما تشيلش هم شفوي، لان الشفوي ده اساسا احنا عاملينه عشان يساعدك في اعمال السنه، واخد بالك؟ انا حرفع لكم دلوقتي المحاضره الثانيه دي واكدوا لي بس انها وصلت ولا لا. طب يا دكتور بعد اذن حضرتك، ايوه ممكن يبقى في اعتراض من حضرتك لو احنا اتفقنا مع دكتور ايهاب ان انا ما ادخلش غير جزء واحد من اللي حضرتك شرحته ده في الفاينل او لا حاجه لا زي كده؟ لا مفيش مشكله بالنسبه لي، هو اي جزء منهم على حسب ما هنتفق. انا مفيش مشكله بالنسبه لي، تمام. الفكره ان الدكتور ايهاب هو اللي هيحط الامتحان. طب ما ممكن حضرتك يا دكتور تقول للدكتور مثلا ايهاب ان نخلي الجزء بتاع النهارده ده كله بره الفاينل، وادينا برضو استفدنا وحققنا اللي حضرتك عاوزه والدكاتره عاوزينه، بس عشان احنا التنسيق بينك وبينه المندوب بتاعكم ممكن يكلمه وينسق معاه. تمام يا دكتور، تمام ماشي. شفتوا كده المحاضرة ظهرت قدامكم؟ دكتور انا رفعتها دلوقتي. دكتور ايوه كده اترفعت. تمام يا دكتور. ايوه احنا المفروض ان المحاضرة من 12:30 واحنا دخلنا ما كانتش ظهر، يعني هي اصلا داخلة من شوية وما كنتش عارف ان هي ما كانش في ميتنج معمول، ما اعرفش اتعملت امتى. المفروض ان المندوب مبلغكم. لا انا عارفه ان في محاضره الساعه 12:30.